ضحى العربي للمرة الثانية تعرض لإهانة من حبيبها كانيتا، فمثل ما شفته بأول مرة صار يسبها ويقول عليها عاهرة اللي هي بنت تمارس الجنس على مود الفلوس. وهذه المرة للمرة الثانية يرجع يعيدها لنفس الكلمة ويقولها عاهرة، ولكن هذه المرة هي تضايقت يا حبايب ونزلت من البث المباشر اللي وياه. راح أعطيكم اللقطات تشوفوها. كاخبا جوغا. اوكي باي باي نو جوم.